هلو هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ مين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. النهارده التلات، يعني النهارده فيديو سلسله بيتي، وكنت شاركت معاكم التلات اللي فات اغبى الاجهزه الكهربائيه اللي ندمت ان انا اشتريتها في يوم من الايام. فالنهارده بقى بناء على طلبكم في الكومنتات وتفاعلكم الرهيب اللي حصل على اخر فيديو، ان انتم حابين تشوفوا ايه بقى افضل اجهزه انا اشتريتها وايه الحاجات فعلا انا اي ريكومند ان اي حد يشتريها. فهو ده موضوع فيديو النهارده، هشارك معاكم افضل 5 اجهزه كهربائيه عندي في البيت عمري ما استغنى عنها ودايما بنصح بيها اي حد بيسالني عنها. بس قبل ما ندخل في الفيديو النهارده، حابه اقول لكم على نقطه مهمه جدا، ان في اجهزه من اللي هقولها لكم النهارده تحديدا واللي فعلا اثبتت نجاح حلو جدا معايا، انا كنت شارياها بناء على ترشيحات بنات كتير، اكتر تقريبا من 250,000 بنت على جروب اسمه برايدل كلوب. اي عروسه في مصر تقريبا بتدخل الجروب ده عشان تاخد منه خبرات، فانا صراحه استفدت جدا من الجروب ده. بالمناسبه ما اعرفوش اي حاجه خالص ان انا بتكلم عنهم دلوقتي ولا اي حاجه، فحبيت ان انا اوضح لكم ان الاجهزه اللي هوريها لكم النهارده مش بس بناء على رايي انا لوحدي، هي بناء على ترشيحات بنات كتير جدا جابوها وجربوها قبلي وانا استفدت بخبرتهم. وطبعا قبل ما ندخل في الفيديو كالعاده، بس عشان تضغطوا لايك وتتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم. وما تنسوش فيديو يوم الخميس اللي جاي من سلسله تجارب المنتجات الغريبه، ان الحاجات اللي هنجربها الخميس اللي جاي يا جماعه موتره جدا ومريبه جدا. وبس كده من غير كلام اكتر من كده، يلا بينا على المطبخ. اهلا بيكم في المطبخ عندي. بس قبل ما ندخل في المنتجات واكلمكم عن ايه افضل منتجات انا جربتها وفعلا انصح بيها وعلى ضمانتي، حابه اشكر كل البنات اللي كتبوا لي على اخر فيديو من سلسله بيتي على التوستر ده. انا قلت لكم ان انا ندمان ان انا جبته كده، فكتير منكم قالوا لي انه اجرب برده ان انا اسخن فيه العيش البلدي او الفينو او اي عيش تاني عادي جدا، وهيطلع لي ساندوتش حلو وجبنه سايحه جواه زي فكره الساندوتش ميكر، علشان بدل ما هو مركون ما بعملش بيه اي حاجه. فبجد شكرا، جربته وفعلا طلع حلو جدا، ومن ساعتها وانا حطاه هنا. طبعا الساندوتش ميكر افضل لان هو مخصص للحاجه دي، بس بما انه اوريدي انا كنت شارياه وعايزه استخدمه اي استخدام، فبجد انتم اجمل حاجه في الدنيا كلها. ندخل بقى على الموضوع. واول حاجه يا جماعه دايما بتسالوني عنها وايه رايي فيها وايه تجربتي معاها وهل انصح بيها ولا لا، وهي غساله الاطباق. ودي عامله قلق لكل البنات بمعنى الكلمه، اللي هو اجيب غساله اطباق، طب اجيب حجمها ايه، طب اجيب نوعها ايه، طب هي كويسه ومفيده ومسعفه فعلا تستحق فلوسها ولا لا. الاجابه تستحق كل جنيه انت هتحطيه فيه. وغساله الاطباق اللي انا اشتريتها بناء على ترشيحات بنات كتير جدا في الجروب اللي قلت لكم عليه، وكان اغلبيه الترشيحات بتتمحور حوالين اريستون او بوش، وان دول افضل ماركتين في غسالات الاطباق. والغساله اللي انا اخدتها هي اريستون، واللي هي الحجم الكبير اعتقد هي بتكفي 14 فرد. اوعوا تاخدوا الحجم الصغير لان مش هتكفي حاجات كتير ومش عمليه قوي من وجهه نظري، خصوصا لما جربت الحجم الكبير بتشيل كل الاطباق وكل الكوبايات، وبتشيل كمان ممكن تاخد حلل، ممكن تاخد البايركس، بتاخد كل المعالق. فحرفيا لما بيكون المطبخ كله عندي متبهدل بيدخل مره واحده جوه الغساله، ودي حاجه كويسه جدا. انه غساله الاطباق من اكبر المشاكل بتاعتها انها بتستهلك كهرباء، فما دام خلاص كده كده هي تستهلك كهرباء، يبقى تستهلكها على عدد اطباق وعدد حلل كبير، فيبقى الموضوع مجدي دي في الاخر. انا عندي مثلا لو كل يوم هشغلها بحط فيها كل الاطباق اللي اتوسخت على مدار اليوم والكوبايات، فطار غدا وعشاء، وكمان بتاخد معاهم حلتين مقلوبين ان هم يتغسلوا، دول عاده بيكون الحلتين اللي عملت فيهم الغدا، فبينتهي الموضوع ان انا ما بحتاجش اقف على الحوض ابدا بتاتا. طبعا ده لو انت جايبه الحجم الصغير هتلاقي ان في حاجات لا مش مكفيه، فانت هتضطري ان انت تغسليها على الحوض. ده غير كمان انها كانت عند واحده صاحبتي الحجم الصغير فيها مشكله، ان لو انت عندك الاطباق الصيني حجمها كبير او كده، غالبا هتلاقي المروحه ما بتلفش وان هم ما بيدخلوش، وهتضطري ان في حجم الاطباق الكبير قوي انت بتغسليه على ايديكي، عكس الغساله بتكون كبيره بيكون فيها كذا اوبشن انك ترصي الحاجه، فبتاخد عدد كبير جدا من الاطباق والكوبايات والحاجات كلها. اخر حاجه بالنسبه لي النوع، وهي ان انا جايباها اريستون، انا انصح بيها عن تجربه، لان انا شفت غساله فريش عند مامتي واحنا الاثنين كنا شاغلينهم في نفس اليوم تقريبا، فيعني معدل الاستهلاك بتاعنا كان واحد. ماما عندها الكوبايات حرفيا بتطلع ثانيه واحده، انا جبت كوبايه من عندها عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين
كل كوبايات ماما للاسف فجاه جم مع الوقت عملوا كده ومش عارفين يعني ليه عملوا كده لحد النهارده. وكلمنا الصيانه وكلمنا كل حاجه وفعلا مش لاقيين لها سبب، بس فعلا كل كوبايات الازاز بتاعت ماما عملت كده بسبب غسالة الاطباق من ساعه ما ابتدت ان هي تستخدمها. انا ده منظر الكوبايه وهي طالعه عندي من الغساله، فطبعا فرق كبير جدا. وكمان انا مش غاسله على المود اللي هو بتاع الزجاج او الحاجات اللي هو التلميع، انا بغسل دايما على المود اللي هو الانتنس بتاع الحلل اكتر، عشان عاده بكون حاطه بايركس وحاطه حلل وحاطه حاجات فعشان كله ينضف. طبعا لو استخدمت اللي هو المود بتاع الازاز هتبقى الحاجه كمان طالعه بتبرق اكتر من كده بكتير. فدي اول حاجه الصراحه انا حسيت انه الحمد لله ان انا اخترت اريسون اول ما شفت الغساله عند ماما عملت ايه في الازاز بتاعها. فاقدر بكل قلب اقول لكم اريسون او بوش مش هتندم. ودلوقتي الحاجة التانية اللي برضو كنت مترددة جدا فيها وانا بشتريها وقعدت ادور كتير واشوف ريكومنديشن من ناس كتير جدا، وهي غسالة الهدوم. اغلبية الناس باكتساح بتنصح بغسالات الجيل. انا مامتي كان عندها سامسونج وكانت كويسة، بس مع الزمن وكده ابتديت احس انها فعلا بتضعف والهدوم مش بتطلع يعني افضل حاجة. بس اغلبية الناس فعلا باكتساح كانوا مرشحين LG او زانوسي على ما اتذكر. فانا صراحة توجهت LG وانا غسالة بتاعتي الحمد لله الحمد لله حد دلوقتي انا مبسوطة بيها جدا. طبعا كل الحاجات دي انا بجرب فيها بقالي 3 سنين من يوم ما اتجوزت وعمرها ما عملت معايا اي مشاكل او اي حاجة. بس عندي حاجة واحدة اللي هو تحفظ عليها كده بسيط، هو مش عيب فيها ولا اي حاجه، بس عشان لو حد بيشتري يكون حاطط في باله. انا الغساله اللي اخدتها دفعت فيها فلوس اكتر علشان هي مكتوب عليها ان هي فيها تعقيم بالبخار علشان هدوم الاطفال والحساسيه والكلام ده كله، وصراحه اتحمست جدا للفكره دي واخدتها ان هي فيها مودز زياده للغسيل او انظمه غسيل وشطف زياده فتقدم اوبشنز افضل. بس في الحقيقه لما باجي اعمل اي حاجه ان هي تغسل بالبخار او تغسل كده بقعد يكالكوليت مده الغسيل. انا ممكن يكون حاطه مثلا بس 4 أو 5 قطع لفرح عشان يتغسلوا الاقيه مطلع لي ان هو هيقعد يغسل فيهم مثلا 3 ساعات او ساعات ساعتين ونص، فاللي هو لا اكيد مش هقعد اويست كل الكهرباء دي وكل الوقت ده على الغساله. فصراحه الموضوع انتهى ان انا تقريبا المود ده عمري ما استخدمته مع اني كنت دافعه فيه فلوس زياده وانا بشتري المنتج ده. فدي برده حاجه برده تحطوها في ذهنكم انه هل الاوبشن ده هيستحق الاماونت اوف تايم اللي هيضيعه والكهرباء والموارد البشريه وكل الكلام ده ولا لا. فلو انتم فعلا محتاجين او حد عنده ربو في البيت او اي حاجه زي كده طبعا ده هيبقى اوبشن مهم جدا، بس غير كده هو رفاهيه بينتهي بيها الموضوع ان انتم مش هتستخدموها قوي. بس ككل غسالات LG حلوه جدا تقريبا بكل اصداراتها. مش تقريبا حد من اصحابي او من الدايره اللي حواليا ان هو جاب الغساله بتاعت LG ايا كان الاصدار بتاعها ايه واشتكى منها. فاكتبوا تحت انتوا كمان في الكومنتات لو انتوا جربتوا غسالات LG ايه تجربتكم معاها، وهل في اصدار انتوا ما ترشحوهوش او ترشحوا واحد تاني افضل منه ولا لا، علشان كلنا نستفيد. نحاول كده ان احنا ننشر كل المعلومات اللي عندنا علشان اللي وقع في حاجه التاني يلحقه وهكذا، فتفضل الدايره المغلقه الحلوه دي مكمله معانا. بعد كده المنتج التالت زي ما انتم شايفين هو طالع معايا في الكادر، وهو يا جماعه الشفاط. الشفاط ده كتير جدا 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 منكم سالني من يوم ما علقته او من يوم ما ابتديت استخدمه، لان انا استخدمته تقريبا بعد تاني سنه جواز اشتريته، هل يا يسرى حلو هل عملي هل هل هل. فالصراحه انا دورت كتير جدا لما كنت بشتري الشفاط بتاعنا، عشان كده حتى ما اشتريتوش من اول ما اتجوزت لانه كان بالنسبه لي في الاول رفاهيه وما كنتش لاقيه نوع يعني اثبت عليه، لان ماما كانت جايبه واحد اوريدي اعتقد كان فريش صراحه مش فاكره قوي كان ايه، بس كان وحش جدا ما كانش بيشيل اي ريحه تقريبا او اي حاجه. انا الشفاط اللي انا جايباه ماركه اسمها هاندز، اعتقد دي تركي، بس حلو جدا مقارنه خصوصا بسعره. انا جايبه الشفاط اللي هو الهود او اللي هو مدخنه كده، وده كان سعره 1700 جنيه بالتركيب وبالنقل وكل حاجه تقريبا كده، هو بقاله سنتين. بس انا كنت دخلت على الويب سايت ولقيت ان الاسعار ما اتغيرتش قوي. اول حاجه حابه اقول لكم بناء على ايه تختاروا الهود او تختاروا اللي هو الشفاط العادي اللي هو المسطح، عشان ده برضه سؤال بيتسال كتير جدا. انا اخترت الهود مش بناء على وظيفه، بناء على شكل اكتر، لان هو ده الشكل اللي انا كنت حباه في ديزاين المطبخ بتاعي، هو ده كان محطوط من الاول لما عملت المطبخ. اكبر فرق في الوظيفه ما بينه وما بين المسطح ان الشفاط الهود او اللي هو جاي مدخنه يقدر ان انتم تعملوا له صرف
ومدخنه تصرف على بره، فطبعا قوه الشفط بتاعته بتكون اقوى بكتير من انه يكون متركب على فلتر. بس انا ده برده مش متحقق عندي، لانه انا زي ما قلت لكم مركبتش الشفاط من اول ما اتجوزت، فما كنتش حابه ان انا اعمل المدخنه في الاول او كده، وقلت لان انا لما اجيب الشفاط هركبه على فلتر زي الوضع اللي عندي ده. عشان برده في ناس كتير جدا بتبقى فاكره انه ما دام هو شكل مدخنه يبقى لازم ان هو يكون ليه صرف على بره، لا عادي جدا ممكن تجيب الشكل اللي انت حباه وبرده بيصرف على فلتر او بينقي الهواء على فلتر. ده بالنسبه لي انا ليه اخترت الشفاط بالشكل ده. نيجي بقى ليه مميزات الشفاط ده تحديدا، وليه انا بقول ان هو كويس جدا وعملي جدا وانصح بيه. اول حاجه سعره كويس زي ما وضحت لكم، وفعلا يستحق كل جنيه مدفوع فيه. تاني حاجه وهو ان هو فيه 3 سرعات، وصوته بالنسبه للشفاطات يكاد يكون ان هو معقول ومش عالي او مزعج جدا. تالت حاجه ودي اهم حاجه، ان انا زي ما وضحت لكم ان انا شغاله على فلتر او ان هو بيسحب على فلتر، والسحب بتاعه حلو جدا. يعني انا زي ما انتم شفتوا عندي في البيت، البيت كله مفتوح على بعضه، فلو الشفاط عندي مش كويس او حتى قبل ما كنا نركب شفاط كان فعلا مجرد مثلا بس ان انا بقلي بطاطس او حاجه لحد اوضه النوم لحد ما نيجي ننام بالليل بتبقى ريحتها بطاطس مهما كنت قافله الباب. الشفاط ده من ساعه ما ركبته الصراحه وهو مفيش ريحه ابدا بتطلع تقريبا بره المطبخ. طول ما انا شغاله وبطبخ على طول مشغله الشفاط بيسحب اي روايح. والفلتر بتاعه بالمناسبه دلوقتي بقاله معايا تقريبا سنه مفيش اي تقصير حصل في الشغل بتاع الشفاط او كده، بس طبعا انا محتاجه ان انا اغيره، مش معنى ان هو كويس ان انا افضل كده، بس طبعا انا محتاجه ان انا اغيره، غالبا هغيره الشهر ده. كويس ان انا عملت الفيديو ده عشان افتكرت الموضوع ده. فمن الاخر انا بالنسبه لي وبالنسبه لي تجربتي مع شفاطات هانز كانت كويسه جدا. اكتبوا لي برده تحت في التعليقات لو انتوا جربتوه او ايه الشفاطات اللي انتوا جربتوها وحبيتوها، علشان الشفاط الصراحه من الحاجات اللي انا جبتها بناء على البحث بتاعي والريسيرش بتاعي، مش بناء على ترشيحات ناس او ان حد قال لي هاتي النوع ده او كده. ودلوقتي يا جماعه جه ميعاد اذكى اختراع في الفيديو ده الصراحه من وجهه نظري، وده منتج مش واخد حقه خالص تقريبا خصوصا عندنا في مصر، وهو حله الرز او المكنه اللي بتطهو الرز لوحدها، وده كده بيكون شكلها. وكنتوا ساعات بتشوفوها عندي على الانستجرام وبتسالوني ايه ده يا يسرا، هي دي عباره عن ايه او كده. دي فكرتها ان انا بكل اختصار بحط الرز جوه وبحط الميه اعلى منه بس يا دوبك عقله صباع بمعنى الكلمه، وبحط الملح بتاعي والزيت وبقلبه كله في بعضه، وبقوم مغطيه وبدوس كلاك هنا كده. اول ما بيكون طبعا متوصل بالكهرباء بتلاقوه اتقلب من وورم لكوك، بيقعد تقريبا من ربع لثلث ساعه وبيكون خلص، وهو اول ما بيخلص لوحده بيطلع تاني على الورم وبيفضل محافظ على الرز سخن لحد ما تقرروا ان انتم تاكلوه ان شاء الله. حتى لو بعدها مثلا بخمس ست ساعات بيفضل طازه كانكم كنتوا عاملينه، وهتاكلوا احلى رز مفلفل واسهل رز في العالم. ومش بس كده، انا كمان صاحب اعمل فيها الكبسه، وماما بتعمل كمان فيها المحشي. يعني بصوا ليها طرق كتير جدا تقدروا ان انتم تستخدموها بيها، وبعمل فيها كمان الرز بالشعريه. فصراحه هي عمليه جدا وبتطلع الرز مستوي حلو جدا، وخصوصا في العزومات بتكون مسعفه جدا انه بحط الرز من اول ما بدخل المطبخ وخلاص ما بشيلش همه لحد ما يجي الناس وييجوا ياكلوا، بيفضل الرز طازه وسخن. وساعات كمان لو انت ام وبتشتغلي او كده ممكن ان انت تعملي الاكل الصبح فيفضل الرز سخن فيها لحد بعد الظهر، لما تيجي ترجعي هتلاقيه طازه وكانه لسه معمول حالا من غير ما تقعدي لسه تستني ان انت تعملي الرز او كده. فصراحه انا بشوف ان دي من اذكى الاختراعات. الماركه اللي انا شارياها اسمها جيباس تقريبا، مش عارفه، بس هو دي كانت ماما جايبها لي من السعوديه. بس اي ماركه عموما هتلاقوهم هم اصلا نفس الفانكشن، ما فيهمش اوبشنز كتير ولا اي حاجه. وهي كمان انا اتذكر ان هي كان جاي معاها زي مصفه كده بتتحط فوق للستيم بعد كده الغطا، عشان مثلا كمان لو هتسووا معاها لحمه تحطوها فالصوص بتاعها ينزل عليها، او لو هتحطوا خضار فيبقى سوتيه في نفس الوقت. وانا حبيت تحديدا انها هتكون معانا في الفيديو ده، ويعني اركز عليها لان انا اعرف ناس من اصحابي شاريينها عادي كده في جهازهم، بعد كده راكنينها بيقولوا دي مش عمليه دي غبيه ده احنا ما نعرفش نستخدمها، هم ما جربوهاش قبل كده. بس فعلا لو طلعتوها لو هي عندكم وابتديتوا ان انتوا تدوها فرصتها، دي اذكى اذكى حاجه ممكن تكون عندكم في المطبخ، وعمر الرز ما هيعجن منكم ولا ان انتوا تقعدوا تقوموا بقى وتشوفوا وتهدوا النار والكلام ده، هي بتقوم بكل حاجه لوحدها وبيفضل سخن لحد ميعاد الاكل. دلوقتي جه ميعاد اخر منتج حابه اكلمكم عنه، وده فعلا من المنتجات اللي انا من يوم ما اتجوزت استخدمتها كتير جدا، وده منتج حلو جدا انصح بيه ذكي وعملي، وهو يا جماعه الساندويتش ميكر. الساندويتش ميكر ده مفيش حد في الدنيا
مش هيستخدمه، لانه ببساطه تقدروا تعملوا فيه اي حاجه انتوا عايزينها، ساندوتش بلدي، ساندوتش فينو، ساندوتش توست، اي حاجه، عكس مثلا التوستر اللي كنت كلمتكم عنه الفيديو اللي فات. وهو باختصار ان هو من جوه كده، اكيد طبعا كتير جدا منكم عارفينه. انا صراحه بحب اللي هو شكل المثلثات ده، وصاحبتي قالت لي على تريك حلوه جدا جدا وذكيه جدا، وهي ان هي في رمضان بتحط هنا السمبوسه وبتقفل عليه، فالسمبوسه بتتحمر من غير ولا نقطه زيت وبتستوي، بتبقى حلوه جدا ومقرمشه وسهله. فصراحه ساندوتش ميكر من الحاجات الذكيه جدا، وانا الماركه اللي انا واخداها اللي هي ماركه بلاك اند ديكر، وده من يوم ما اتجوزت تقريبا بنستخدمه يوم ويوم لا تقريبا، ولحد دلوقتي كويس جدا وشغال حلو جدا. وانا كمان اتذكر ان الساندوتش ميكر لما اشتريته كان سعره ارخص بكتير من التوستر العملاق اللي كنت وريته لكم بتاع التوست. فصراحه ده انصح اي عروسه ان هو يكون موجود معاها، وخصوصا لو انت مثلا ام وعندك اطفال. عايزه اقول لكم ان ده من اكتر الحاجات اللي فرحت تحبها الفتره الاخيره، ان انا ابتديت ان سندوتشات الجبنه او كده ساعات بتكون ناشفه عليها او بتكون مقرفه شويه في اكلها بالنسبه لها، فبسخنها لها جوه التوستر او الساندوتش ميكر ده وبتحبها جدا. فصراحه ده اوبشن سهل وبيسهل علينا. وفي كمان ساندوتشز ميكر هي بتبقى 3 ان 1 اللي هو بيبقى جريل وبيعمل وافل وبيعمل ساندوتشز، بس انا للاسف هو ده بس اللي عندي، بس حلو جدا. وبس كده حلوين، كده نكون خلصنا فيديو النهارده، وافضل 5 منتجات واذكاهم انا بشوفهم عندي في المطبخ، وبعضهم كمان بناء على ترشيحات اكتر من 250,000 بنت تقريبا على الجروب اللي كنت قلت لكم عليه. فيا رب يكون فيديو النهارده كان مفيد ليكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر جهاز من الاجهزه دي انتم متحمسين ان انتم تجربوه، او ان انتم بعد الفيديو ده شفتوا ان هو ليه لازمه، او ان هو فعلا جهاز مفيد في البيت وجهاز ذكي زي ما بنقول. وطبعا ما تنسوش ان تعملوا لايك للفيديو عشان تدعموني، وشير مع اصحابكم، لان الشير من اكتر الحاجات اللي بتساعد القناه على الانتشار وبتشجعني اكتر اني اعمل فيديوهات بشكل افضل. ومن غير كلام اكتر من كده، لحد الفيديو الجاي، هتوحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم، نكم هنا.